أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أقوم في بعض الأيام في العمل بالتوقيع عن زملائي في حضور الدوام. ما شاء الله، هذا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. حيث أنني أعلم أنهم قادمين للعمل، ولكن تحصل لهم ازدحامات في الطرق. لا توقع عنهم، لا توقع عنهم، لما يحضرون هم ويوقعوا. من أنك توقع عنهم وما بعد احضروا ولا تدري ماذا يكون، هذا غلط منك. نعم.